بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن ممتد لحد حدود حدود الحد، وطن لا فيه هم لا غم، فقط نسعد. وطن ممتد لحد حدود حدود الحد، وطن لا فيه هم لا غم، فقط نسعد. بلاد حد الشمس والضوء، نحلق ما يحتنا جو، نقيل فيها مرتاحين وريحة البن. متاوق ليها مستني يمر فنجان علينا ونتكفى ونضار الدم. نغني على بلاد سمحة، نحلم كم حلم مفتوح، بيطلب صباح الروح، صباح الروح. يمر الضوء على الدنيا ويغسل حزننا المفتوح، ونحلم كم حلم مفتوح. لكن والله يا حمد ود نفيسة، كان انا اقعد معاك في البيت ده ثانية واحدة تاني. ابقى ابويا المدفوز يوم الجمعة ده ما جابني. وانا بعد قولي كويس يا حمد. يا ابوي انا عايز احضر الماسة، فمحتاجة لرسوم. أبوي قلت لك عايز أحضر أنا. يا أبوي أبوي بكرة آخر يوم في الدراسة، لو ما دفعت القروش ما حيخلونا امتحن. أبوي أنت ما سامعني؟ أحشي لي عيش أو أي حاجة، أنا ماشي البحر. جيب العيش عشان نحشي ليك. بتاع الدكان أبا ماشي. وين أنت؟ ماشي البحر. تعال هنا بدون زعل وشحيط عروق ونطيط عيون. تعال استلم أولادك ديل عشان أنا ماشي بيت علي. ليه؟ ليه؟ عشان قالوا المرأة لو ماشي بعد في بيت راجلها تشبع في بيت أبوها. كلامي ده واضح ولا لأ؟ لا من تجي رايحة تلقاني أنا ما في سامع الكلام ده ولا لا؟ ما في ما في ما في. يا حمد يا حمد يا حمد يا حمد يا حمد يا حمد يا حمد.
حمد. اهلا يا ملك. انت خليت فيها ملك؟ اقعد حاجه في الراجل انه يكون كذاب. في شنو؟ امبارح حلفت بالله يا حمد تجيب لي قروش الايار وما جبتها. باكر 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 والله اجيب لك. اقول لك حاجه يا حمد، اطلع لي من بيتي. باكر باكر دي بجيب لك قروشك على دائرة الملين. باكر بعيده غريبه. يا حمد ابو التمات، هي كيف حالك؟ ان داير سبق ما تتعب، القفة مليانة. انت جار والنبي وصل بحق الجار. ناس اخر زمن، الواحد تدسه في بطنك يعضيك في كبدك. الزول ده سنه اكرمته والله. انتو نادية، نادية دي منو؟ يا امي يا امي، انت مالك بقت عصبيه كده؟ اسكتي انت، فايقه ورايقه، اسكتي بس. يا امي فخري ده قال لك اديه 50 جنيه دينتها من الجمعه اللي فاتت، قلتي بترجعها بكره. زحكه دي من وشي. وفخري ده امشي قول له قالت لك امي القروش كتم في بطني وما بديك عليهم، امشي اشتكيني. امي اجري يا عدي، الحق ابوك في البحر ناديه قول له قالت لك امي تعال السعدي. حاضر يا امي. أبوي برنامجه معروف، بيقعد في البحر يومين لحد المغرب وبصلي في الجامع وبيجي راجع. والغرقان له منو في البحر؟ أبوك ده ما بيمرق من نص نهار ما بيجي راجع إلا المغربية. وليته كان بيجي شايل له سمك ولا حاجة في يده، بيجي مدلدل إيديه فاضيات. أنا ما شايفة أي مبرر لزعلك ده. أنت بتشوفي؟ أنت ما قاعدة لابدة هنا، قاعدة تواجه الناس ولا قاعدة تلاقيهم. حصل يوم من الأيام دخلت لك لبيت عشان تديني منهم، زلوكي وهانوكي وكرشوكي من بيتهم، ما حصل. انا دي القاعده مش اديه لكم عشان تاكلوا انتوا، وبرضه تقولي لي عصبيه. يا لطيف
بسيطة بسيطة يا أمي، بس تروق شوية. تعرفي؟ ها؟ أنت باردة زي أبوكي، طويلة لسان وقليلة إحسان. أمسكي أضربي لأبوك ده تلفون، خليه يجيب العيغ عشان تتغدوا. حاضر، وأبوي بحلها. ما برد في جرس وما برد. يلا دي اقول لكم قولها، شوفوا لكم الشغله. ده بيت بقى ما بتعاش فيه، عامل زي بيت البكر. امي ما تتعصب عليك، الله ما تتعصب. انا ما في شيء معصبني وحارق اعصابي غيرك انت. زحك ده من وشي. أمي في لحد حسب عن أمتي؟ يا بنتي الساعة بقت 2 آخر الليل، وأبوك ليوم الليلة ما رجع. والله كان ما جيل ضمر كان أقول أبوك ده أكله تمساح. وأختك سخونيتها في السماء يا بنتي. خلاص يا أمي وديها الحوادث. خلاص وديها بنتي السمحة. أقول لكم قولة، أنا خلاص فترته. إجي أبوكم يستلمكم، ما اجي عقلكم في راسكم تعرفوا خلاصكم. انا خلاص فترت، قلت الروب الروب. علي دي ما حاجاته هما شوين. لا 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 ما 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 تخافي ما تخافي، هنا ما في تماسيح، ده مشرع. بس حياته يا عم علي. هدومه هنا، هدومه هنا. يجوز يكون. لا لا عقلك ما يمشي لبعيد. اها دربوا يا هدى، تعالوا معي، تعالوا وراي. فترو وينو؟ يا هدى ماشي كده ماشي كده.
ربو تعينا كلك بشر دان وين نو شر دم ونو كير مويا زول ده كان دم انا بمنا ما يقوم كله يموتوا كان مويا مويا دكو ويا مشينا بعيد. انتوا حقوا ترجعوا البيت وانا انا بواصل قصلتها. خلاص يا اولاد انتوا ارجعوا البيت، انا احنا بنقص ضرب وين. لكن يا امي لكن يا امي شنو يا بيت؟ اختك العيانه دي واخوانك اللي عند الجيران امشي جيبوهن البيت وخلي بالك منهم كلهم وسوي لهم فطور. يلا امشوا. يلا يا وفاء يلا راح انت كمان راح. منو اسم طاو؟ ما اعرف. في زول ما بعرف اسم طاو؟ مويه ده بيغسل دم. كان دم طلع من انت تكب مويه دم بوقف. كان هدوم فيه دم غسل بمويه ها دم بيطلع. كان بطن بتاعك فيه تعب عطش كب مويه عطش بيروح. كان زعلان اشرب زعل بيروح. كب مويه في جسم بتاعك ها دم بيروح. لما تنزل المويه في واطا واطا ذاته بيضحك. هنا القتل راح مننا. وبعدين ما في حل غير تبلغ البوليس. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا رب لطفك عطفك يا الله. يا الله لطفك عطفك يا الله. الله كريم. أمي أنت اسمك منو؟ نسيته. كيف نسيته؟ في زول بنسى اسمه؟ ما أنت نسيته. أنت نسيته عشان بيكون في مشاكل كتير. لكن أنا نسيته عشان أنا عجوز. زول بنادي أنا ما في. أيام الحرب المنقول كان عندي 6 عيال. أبو طاي، أم طاي، جيران،
صحيت الصباح لقيت كله الدم، بقر دم، شجر دم، عيال دم، جيران دم، كله دم 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 دم. ده كان قتلت بقتلوك، الله شايف وسامي اي حاجه. زر ده بيكم الحيات دي للبيع؟ ايوه. عاوزين كم؟ مش عجبتها؟ اي ما شاء الله سمحات. تقدر تدفع وتجيبه، ما عندك قروش سيل ساي. شكرا لك يا اخ. اسمك شنو انت؟ اسم الكريم منو؟ اسم منيل. وانتي؟ انا مويا. يعني الاثنين مويه النيل.
مش كده؟ والقفة بكم؟ 3 جنيه. جيب كله. هاك. والزير بكم؟ زير مويه. واه 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 واه. مويه زول عطشان يشرب. زول زعلان يبقى كويس. لما الناس كله يبقى كويس تاني دم ما في. حارب ما في. انت بقيت عصبية خلاص. والله انا ما في حاجة حرقة اعصابي دي غيرك انت. يا بنت ما تقومي تشوفي لك شغل تشتغليه. قاعدة ديك ساكت دي ما بتجيب لا رغيف. امي؟ نعم. المراية وينها؟ عيني في الحيطة جنبك دي. شوفي وشك فيها. رشيد عمك عبد الله؟ خليه يقول لامك الله يدينا ويدي. شحادة مش؟ أنا شحادة. الله يقتلنا عشان نرتاح. الله يقتلنا عشان نرتاح. ده كلكم يا أمي. أبوي نعمل له شنو عشان نلقاه؟ أبوك كان قاعد ولا كان مشى؟ كان مات ولا كان حيا؟ بيسوي شنو؟ يا أمي عليك الله يا أمي أصبري. عليك الله أصبري. أنا مقدمة لشغل وإن شاء الله حيقبلوني. بس أصبري أنتِ. بعد نموت ونشبع موت. هو يا انا هو يا الله يا ربي اطف بينا يا الله يا ربي يا سيدي اطف بينا يا الله. مين الناس كربتانا ادانا بحر وادى ناس تعنين جبال وصهراء وتقوي. ناس كربتانا ادانا وتقابير وسمي ودانا مويا كتير. نيل. ايوه يا ماما مويا. لو نيل ما في نينا ما في. تعرف كلام ده؟ يا علي يا علي هاي يا علي تعال لاجاي يا علي هاي يا علي تعال على الجيفة. تعال يا علي. أنا وفا. أها. إحنا جيرانك والبيتنا فاتح عليك داك. أها. رسلناك أخوي عدي قبل شوية لك إزعيش. ايش؟ ما في كمل. دايرة وش هنا؟ الكلام لاصق في حلقي. ما تخافي. حمد ده بيرجع بيرجع. ما جيت في شان حمد. جيت عشمانة. الله. ما خلينا باب ما دقيناه. وحمد ده صاحبك. وقال الشجرة بتقع عليه خطر. براك شايف. البحر صيف. ما جاي لي قنطار. وقية بتكفي مية. والحلة ما فيها غلة. لو بيتكلم عن الجيوب ديل اساليهم سئلي الله 3 يوم ما دخلت تعريف. 3 يوم ما في شيء تندخل البطون. وتدخل البطون ما بغسل الصابون. كده يا نايل لو في حاجه في القفه جيبها. you
قشرة بصلة تطرد الجوع. شي ليه أسلقين سكتي من الجهال. وبكرة الله كريم. كتر خيرك. ها؟ أيوة كده كده تمام. إذا علم علم إيال تاك. عزه أنا أقول علمك منو؟ صحيح أنت علمك منو؟ أمتى هي علم أنا؟ أيوة. وعلم إيال كله بيت عينا كله بيشتغل. واحد يجيب صاف، واحد يعمل بريش، واحد يعمل وقفة، واحد يعمل طبق، وأمتى هي تعمل أزيار. أبو تاي شيل أزيار يوزيو. يا سلام. يا ودي. يا بنتي يا امي نحن ماشيين على وين؟ ماشيين وين؟ البسي التوب ضيق وبتعرفي بعدين نحن ماشيين وين؟ البسي قوامك. حاضر حاضر. واسمعي انت اخوانك ديل الشارع ديل ما يمرقوا سامع الكلام ده ولا لا؟ بس افهم يا امي نحن ماشيين على وين؟ بس افهم. بعد ما نمشي ونجيب الغد وتتغدوا بعدين بتفهم ان احنا ماشيين وين. امرجي قدامي. خلاص امرجي قدامي اللي ملبستي. يا أمي يا أمي نحن ماشيين وين؟ شايفة شنو يا بنتي؟ ده الشارع وده الجامع. قالوا يا بنتي البطن الفاضية مركب شيطان والجوع كافر. أخير نسد الفاقة بأيدي المحسنين. نشحد يا أمي؟ ما تشحدي أنتي. تفرج على أمك وهي بتشحد. قال الزول القادر على جيبه قادر على لسانه. عيب يا أمي عيب الكلام ده عيب. اشتغلي اشتغلي عشان تكافي شرنا بخيرك. انتي عارفة شغل ما في؟ بتاكلي 3 مرات في اليوم وتقولي الشغل ما في؟ الشغل فيه لكن التراجي الوظيفة تجيك لغاية عندك. الزمن كسح وفات يا بنتي ونحن سوينا في رقبتنا نحن السويرة في رقبتنا. لله يا محسنين 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 لله يا محسنين. جانا وخيرا جاك. لله يا محسنين 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 لله يا محسنين. لله يا محسنين 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 لله يا محسنين
لله يا محسنين، لله يا محسنين. أبوي، أبوي، بارك الله فيكم، جو طيب يا اخوي. الحمد لله على السلامة. الله يكبر حمدك يا اخوي، تسلم. قال كان وين الست شهور اللي فاتت دي؟ والله ما عارفين، لقيناه في السوق. حمد ما نساي، يكون نسى كذا. نادينا نسلم عليه. تعبان لسه ما صحة، لكن اتفضل خش على البيت، اتفضل. لا لا لا، ده زولي انا وانا البصحي. تفضل. أنا إدخلت عليك يا ماما مويا، إدخلت عليك يا ماما. أبوي دي العمله منو؟ تحفة يا عمو علي. أبوي، أبوي. الحمد لله على السلامة. علي، الحمد لله على السلامة. على شنو؟ كيف؟ الست شهور اللي فاتت دي كنت وين؟ سفر الجفا؟ ست شهور؟ محكور؟ مويا علمتك الحاجات دي كلها؟ ايوه. والقروش اللي جبتها دي من بيع القفاف والبروش؟ ايوه. ولا زيار دي؟ لا لا، زيار دي عمتك مويا كانت بتوزعه مجانا، عندها فلسفه في الحكايه دي. تعرف يا بوي، انا ممكن اعمل لك تصاميم كثيره جدا وبعدك ننفذها. البيت ده لازم يكون خليه نحل ما تهدى. انت لازم تتعلم يا نادية. احسن مما امد ايدي للناس وعيوني طلقت في جيوب الرجال. يلا قولوا بسم الله. بسم الله. رايكم شنو في الطبق ده؟ بديع. عارفه يومي في اقل من ربع ساعه انا بحت الحاجات كلها. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله. ابوي مويا دي شخصيه حقيقيه؟ مويا دي احنا لازم نسجلها زياره، قصرنا في حقها. لكن عاد ما نمشي ديننا فاضيه، لازم نشيل لنا هديه معانا اليوم. بس دي نلقى لها هديه وين مناسبه؟ المهم نلقاها ونتعرف عليها. بصراحه بصراحه دي ثروه وغيرت مجرى حياتنا. بكرة إن شاء الله اليوم كله هنقضي معاه. هي مكانها وين؟ بالضبط وين ما عارف، لكن جنب النيل. نفتش بنلقى. لازم نلقى. كل حبيبي. كل يا ماما. كفر. عدي عليك الله أبوي.
يا اولاد لقيت بيت مويه، يلا وراي. وين يا ابوي؟ هنا. انت فقدت الذاكره تاني ولا شنو؟ انا ما فقدت الذاكره ولا اي حاجه، مويه دي انا لقيتها هنا. انت بتتكلم عن وقائع محسوسه ولا عن فزلكه تاريخيه؟ وقائع محسوسه، فزلكه تاريخيه، مويه دي انا لقيتها هنا. لا انا لكن متاكد انها هنا، بعرف هذا، انا متاكد انها يا هنا يا بتكون دشمل. لا ما جنب هنا. ايوه وين؟ Where?